أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى السودان الآن، حيث دعا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى حل حكومة حمدوك وإنشاء حكومة أخرى بقاعدة سياسية أوسع في الحكم. وكان هذا التصريح بعد اجتماع دار بين عبد الله حمدوك وبين عبد الفتاح البرهان لم يفضي إلى نتائج واضحة وطي للخلاف الدائري بين المدنيين والعسكريين في السودان. فإلى أين يتجه الخلاف وما مصير الحكومة السودانية حكومة عبد الله حمدوك؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ محمد سعيد، رئيس تحرير صحيفة براوند لاند الناطقة بالإنجليزية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله، أنا محمد سعد وليس محمد سعيد، مرحبا أهلا بك. أهلا وسهلا بك، سعيد ويسعدنا أن تكون معنا أستاذ محمد سعد. إذن حكومة عبد الله حمدوك يبدو أنها أصبحت في مهب الريح إن صح التعبير بعد تصريح عبد الفتاح البرهان حول ضرورة حل هذه الحكومة بعد اجتماع جمع الطرفين. إلى أين يعني وصلت الأمور بين الجانبين، ولماذا أدى كل ذلك إلى هذا التصريح من عبد الفتاح البرهان؟ مرحبا بكم مرة أخرى. أعتقد أن الأوضاع على أرض الواقع هي حتما ستؤدي إلى هذه النتيجة، هذا أمر متوقع. الآن السودانيين يشهدون أزمات مختلفة، اقتصادية، أمنية، اجتماعية. البلد على شفا حفرة من إجازة التعبير. الحكومة بشقها المدني إلى هذه اللحظة لم تلبي أي جزء من متطلبات الثورة التي قامت في السودان قبل عامين ونصف تقريبا. هذا التطور أو هذا الفعل هذا أعتقد أنه منطقي إلى حد ما ويتماشى مع الأجواء العامة في السودان. إذن هذا المزاج الشعبي. إذن أصبح جاهزا معنا أيضا الأستاذ أبو بكر الأمين وهو عضو المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أبو بكر. أستاذ أبو بكر هل تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك مشكلة مع الأستاذ أبو بكر. أعود إليك أستاذ محمد سعد، سنأخذ رأي الأستاذ أبو بكر الأمين أيضا في حين يصبح جاهز معنا. إذن هذه الخلافات هي يبدو أنها قديمة نوعا ما وطفت على السطح بهذه الطريقة، ما الذي ربما حدث حتى تنفض دعنا نقول الشراكة بين الجانبين ويخرج البرهان مطالبا بحل الحكومة وتوسيع يعني دائرة المشاركة في الحكومة؟ إن صح التعبير، ما هي القشة التي قسمت ظهر البعير إن صح التعبير؟ منذ انطلاق الثورة أو نجاح الثورة في السودان هناك خلافات كانت بائنة ما بين المكون المدني والمكون العسكري. الكل يتهم الآخر، الطرف الآخر، بالتحيز، بالفشل، بالاسترزاق، وهكذا. كان المقابل من الحكومة أو الشق المدني في الحكومة اتهام الشق العسكري بانتمائه أو علاقاته المستمرة إلى هذه اللحظة مع النظام البائد، والمقابل كان المكون العسكري يتهم الشق المدني بالعمالة وبالفشل وبعدم الخبرة وبالسعي إلى قيادة البلاد نحو الهوية بشكل عام. الآن الذي أدى إلى تصاعد نقاط الخلاف ما بين المكونين هو في ظني هو الوضع الاقتصادي عموما، التي بات السودانيين كما أسلفت يشكون منها بصورة واضحة. أضف إلى ذلك بعض القضايا التي تطرح الآن في شارع السوداني، لم يكن في تاريخ السودان أن حدثت مثل هذه. على مثال المثال على سبيل المثال عفوا الأحداث الإرهابية التي حدثت في بين الأيام الفائتة والهشاشة الأمنية وهكذا.
نعم، أزمة شرق السودان يبدو أنها أيضا هي المعضلة الأساسية ومربط الفرس بين الجانبين بعد تصريحات القوى المدنية بأن الجيش يحاول أن يحرك الشرق ويؤلب الرأي العام هناك ويساند الاحتجاجات الموجودة ضد المدنيين، بينما يحمل أيضا العسكريون الأزمة إلى الحكومة. هنا في هذه النقطة، مع هذه المشكلة الأساسية هي في الشرق الدائرة حاليا وقطع يعني كل سبل التواصل مع بقية أقاليم السودان والعاصمة الخرطوم ومنع السلع وأيضا المواد الأساسية من التنقل، مع أيضا هذه الإشكالية الجديدة حاليا وهي أزمة الحكم هنا بين البرهان وبين حمدوك، كيف سينعكس على الوضع العام في السودان مع فشل أيضا الجلسة الحوارية بين الجانبين التي لم تخرج بنتائج إيجابية وكانت سلبية على كل المقاييس؟ نعم، هناك الآن محاولات تجري، هي محاولات سياسية في المقام الأول لإعادة تصحيح مسار الثورة عبر استجلاب حاضنة أو أشكال مختلفة من الحرية والتغيير التي انقسمت في الأيام الفائتة. أعتقد أن هذا الحراك المدني والسياسي قد يفضي إلى حد ما إلى حلحلة هذه المعضلات. فيما يتعلق بشرق السودان وتلك والاتهامات الموجهة للمكون العسكري بانضمامه أو بدفاعه عموما عن هذه القضية في الشرق، أعتقد أنه لا مجال لصحته. ما يحدث في الشرق الآن هو أمر سياسي مدني، هي مطالب بعدد من الأشياء الضرورية التي يستطيع الإنسان لا يستطيع الإنسان إلا أن يعيش عبرها. شرق السودان عانى مرارا من التهميش، عانى مرارا من عدم التنمية، عانى مرارا من الجهل والفقر والجوع. على أمر الحكومات بالرغم من أن شرق السودان الاقتصادية كون من الموانئ البحرية الموجودة في شرق السودان، إلا أن المواطنون هناك يعني يقتاتون أقل ما يمكن فيما يتعلق بلقمة العيش والخدمات الضرورية. هذه لا يمكن القول بأن المؤسسة العسكرية استغلت هذه المشاكل واستغلت كل التحركات الموجودة في الشرق لربما إسقاط هذه الحكومة، حكومة حمدوك، والرد على كل الانتقادات التي كانت توجه لها من المدنيين في السعي للاستحواذ على السلطة ويعني إدخال ربما سيطرة السلاح في النزاع السياسي القائم في السودان. أعتقد أن العسكريين عموما ليسوا بحاجة لافتعال مشاكل في شرق السودان أو خلافه للاستيلاء على السلطة. الذي يحدث الآن في شرق السودان هو جزء بسيط وغير مؤثر يعني بصورة ضخمة قد تؤدي إلى الاستحواذ العسكريين على السلطة. أعتقد أن العسكريون إذا أرادوا الاستحواذ على السلطة فبيدهم السلاح، يعني ليس بالضرورة أن ينتظروا قطع طريق في شرق السودان أو خلافه. نعم، ابقى معنا استاذ محمد. هناك أن هناك طرق اقصر للاستيلاء على السلطة. وصلت الفكره، ابقى معنا استاذ محمد. اصبح جاهزا معنا الاستاذ محمد علي الناشط السياسي السوداني عبر الهاتف. اهلا وسهلا بك معنا استاذ محمد. مرحبا بك. البدايه التحيه لك والتحيه لكل المشاهدين. اهلا وسهلا بك شاشة قناه التاسعه. اهلا وسهلا بك. اذا الأزمة الحالية بين عبد الفتاح البرهان وبين عبد الله حمدوك وبين قوى الحرية والتغيير، أيضا اتهامات متبادلة وصلت إلى حد دعوة عبد الله أو عبد الفتاح البرهان إلى حل حكومة الحمدوك وتوسيع المشاركة السياسية. برأيك ما هي الأسباب التي أدت لهذا الخلاف العميق والحاد الذي طفى على السطح بعد اجتماع فاشل بين البرهان وحمدوك؟ طيب، الحقيقة برهان وقيادات المجلس العسكري تتعامل مع قوات الشعب المسلحة بشكل انتقائي ومزاجي وتوظفها في صراع سياسي يخدم فئات بعينها ويمنح الحماية لمن يشاء ووقتما يشاء وينزعها بذات الكيفية، وكأنما قوات الشعب المسلحة ملك خاص لبرهان ولحمتي ويوظفونها
بشكل خاص يعني، وهم لا يمثلون قوات الشعب المسلحة. لذلك ما حدث يعتبر صارخة خطيرة جدا، من تخلى عن جيش بلاده المفترض به حماية البلاد. وفي الفترة الماضية يعني هنالك ظاهرات اجتماعية، أنا أعتقد بأن الجيش وظيفته هو حماية الوطن والدستور وليس اتفاقيات من داخل البلاد. هنالك تفلتات أمنية كان من الممكن قوات الشعب المسلحة أن يوظفوها وأن يحموا هذه التفلتات. لنتفعل أكثر أستاذ محمد علي، ضيفنا الأستاذ محمد سعد قبل دخولك معنا كان يقول بأن الشعب هو يعني أو المؤسسة العسكرية استجابت لطلبات الشعب الذي نادى أيضا بتدخل المؤسسة العسكرية. سمعنا هذه التصريحات من قيادات الحراك في الشرق السوداني، وأيضا المؤسسة العسكرية ليس لديها أيضا يعني أدوات السياسة وأدوات الحكم لتستجيب لهذه التطلعات، وهي تحمل المسؤولية للإدارة المدنية في الحكومة، للشريك المدني بالأساس وهو الذي يتحمل المسؤولية. وهي أصوات كثيرة تقول هذا الشيء بأن الجهاز التنفيذي هو في يد الحكومة، وبما أن الحكومة فشلت يجب أن تتوسع قاعدة المشاركة حتى تضم أطرافا أخرى تستجيب لتطلعات الشعب السوداني. الحقيقة ما حدث في الفترة الماضية هو ليس باتفاق ما بين المجلس العسكري والحكومة المدنية، هي كانت عملية انقلابية يعني الذي قام بها ليس المجلس العسكري على فكرة، وإنما مجموعة تتصدر صورة المجلس العسكري، والجميع يعلم ذلك من هم الذين هم فضل الاعتصام وغسلوا وأجرموا. ولكن كان الخطأ من الجهة المدنية أو الشغل المدني بأنهم من بعد عملية فضل الاعتصام أعطوا صيغة لهذا المكون اللي هم عبد الفتاح البرهان وحميدتي، أعطوهم الصيغة وجلسوا معهم في طاولة حوار. هذا كان الخطأ، وهذا الذي في هذه الفترة أو في هذا الوقت يعني يجعل الشعب السوداني أن يكون غاضبا على الشغل المدني، بأن لماذا تجلسوا معهم في طاولة حوار ولماذا وثقتوا بهم من بعد الذي حدث. ابقى معنا أستاذ محمد علي، سأعود إليك، أعود إلى الأستاذ محمد سعد. إذن كما سمعت ضيفنا وهو ربما رأي موجود في الشارع السوداني يقول بأن العسكريين يحاولون اليوم بأي طريقة كانت توسيع ربما صلاحياتهم وتوسيع ربما نفوذهم، ويعني استعمال المشاكل الاجتماعية كوسيلة ضغط على المدنيين في الحكم، وحمل أيضا المدنيين مسؤولية إعطاء شرعية للعسكريين. كيف ترد؟ نعم، هذه هذا يعتبر بيزنطية السياسة في السودان. كل يرمي كما أسلفت كل يرمي اللوم على الطرف الآخر. العسكريون كما أسلفت أيضا ليسوا بحاجة لاستخدام طرق بديلة للانقضاض على الحكومة، كما أسلفت أنهم الآن بيدهم السلاح وبيدهم السلطة وبيدهم كل شيء. وأعتقد أيضا أن بيدهم الدعم الدولي الذي يمكن أن يكون فعال في مثل هذه المواقف. الأمر المحزن أستاذي العزيز أن الشكل المدني كلما سألته عن فشل تكون الإجابة هي فضل اعتصام، تكون الإجابة هي دم الشهداء. نعم نحترم دم الشهداء ونقدره كثيرا، ولكن ما هي حلول، ما هي الحلول التي يمكن أن تسعى إليها أو يسعى إليها الشكل المدني لتوفير لقمة العيش، لتوفير الحياة الكريمة؟ هذه مسؤولية الشق المدني أو الحكومة التنفيذية بالكامل. المجلس السيادي وجوده هو وجود إشرافي حسب الوثيقة التي وقعت قبل عامين وتم تأديدها قبل عام في مدينة جوبا بجنوب السودان، فقط هو وجود إشرافي. البدء الآن وكامل المسؤولية هي تتحملها الحكومة التنفيذية. نعم، أعود إلى الأستاذ محمد علي. قوى الحرية والتغيير أكدت في بيان رسمي أنها منفتحة على
مشاركة أحزاب التي تؤمن بالثورة معها، ألا يعد هذا أيضا نقطة تحسب إلى المجلس العسكري الذي دعا إلى توسيع مشاركة القوى السياسية وعدم انفراد مجموعة كما يسميها عبد الفتاح البرهان، واتهمها باختطاف الانتقال الديمقراطي واختطاف السلطة واختطاف أيضا مبادرة الحمدوك وغيرها؟ ألا يعد هذا نقطة التقاء بين الجانبين وهو نفس ما يطالب به المجلس العسكري؟ الحقيقة الاتفاق الذي حدث أو اللي هو توسيع القوى الحرية والتغيير هو ليس بموافقة من الشعب السوداني أو من القوى الحرية والتغيير، وإنما هم أشخاص باعوا الوثيقة الدستورية، وهم يعني كجبريل وكمني أركم الناوي. منو أركم الناوي الذي كان يواجه مشاكل مع حميتي هو الآن يسمعه بطاولة تفاوض واحدة. طيب يعني أعتقد بأن هذه هي اتفاقية لحل الكراسي، ليست اتفاقية بموافقة من قوى الحرية والتغيير. ما حدث في الاتفاق الذي كان في قاعدة الصداقة هو لمحاولة رجوع النظام البائد ومحاولة لتشويش المرحلة الانتقالية، ونرى بأن في المرحلة الانتقالية هنالك عملية عرغلة للشق المدني، عملية عرغلة. حتى لو رأينا في الفترة الماضية هنالك احتجاجات في الشرق من محمد ترك، الناظر محمد ترك الذي يعني أغلق ميناء بورسودان، وحتى لدرجة هنالك يعني كانت توقفات في الدواء وعدم وصول لاحتياجات وحقوق كثيرة جدا للمواطنين. محمد ترك الذي يعني أجرم هذه جريمة بحق ولكن الشرق المواطنين. السوداني بإجماع كل السودانيين وأيضا بالأرقام بأنه أفقر مناطق البلاد، وهو يحوز على ثروات كبيرة، وهي مطالب يقول كثيرون بأنها مشروعة. لماذا تتهمون الجانب العسكري بأنه يستفيد أو يؤجج هذه الصراعات، وبينما عبد الفتاح البرهان يقول بأنها مطالب يعني للسكان للمدنيين للمواطنين، يجب على المدنيين أن يلبوها ويحلوا هذه المشاكل ولا دخل لنا في كل ذلك، يؤكد دائما البرهان وكل قيادات العسكرية. الحقيقه بان عبد الفتاح البرهاني كما تحدثت وحميتي هم ليس الذين يمثلوا قوات الشعب المسلحه. نعم. طيب هم الذين يعني شاركوا النظام البائد ويريدوا ان يستخدموا ويشاركون اليوم قوى الثوره وقوى الحريه والتغيير، وهم يجلسون مع بعض في مجلس السيادة السوداني ووقعوا مع بعض اتفاق يعني الوثيقة الدستورية ويقودون. نعم. هذه المرحلة الانتقالية على قدم المساواة، لكنهم لم يلتزموا بالوثيقة الدستورية. لم يلتزموا بالاتفاق ويحاولوا بقدر الإمكان على أن يعرغلوا المرحلة الانتقالية. من بعد عملية فضل الاعتصام هم كانوا في حالة نعم. خوف وصلت الفكرة بأن تتم محاسبتهم عن طريق الأمم المتحدة، لذلك أشاروا بأن أن نجلس على رجال على طاولة حوار وأن يكون هنالك اتفاق، ولكن في الاتفاق وفي الوثيقة الدستورية لم يلتزموا إلى حين هذه اللحظة، ويريدوا أن يستخدموا نفس السيناريو والذي فعله البشير عندما وعد بتسليم السلطة ومن ثم انغلب على السلطة، والآن المجلس العسكري يستخدم نفس هذه الأساليب. وصلت الفكرة الأستاذ محمد علي، ابقى معنا لتسمع رد الأستاذ محمد سعد. العسكريون انقلبوا على الوثيقة الدستورية ويحاولون استغلال الوضع ويعني توسيع استفادتهم من الحكم، كيف ترد؟ طيب في بدء الأمر تحدث الأستاذ محمد علي عن بطريقة مستهجنة أو استغرابية في كيفية جلوس ناوي أو ميتي. القاعدة الأولى في السياسة عموما أنه لا صديق ولا عدو، أن بموجب جلوس من ناوي وحميتي وجبريل وغيرهم وخلافهم في مفاوضات جبهة، هذه المفاوضات أدت الآن إلى توقف الحرب تماما في السودان منذ سنين. عدد راح ضحيتها يعني آلاف الآلاف من المواطنين، وفقد السودان موارد اقتصادية وشبابية وأرواح وخلافه. أعتقد أن اتفاقية جوبا لا يختلف إثنان عن جدواها، لا يختلف إثنان عن مدى فعاليتها الآن في توطين السلام عموما في السودان.
تحدث ايضا ان البرهان وحميدتي هم من يقودون او استنكر قياده البرهان وحميدتي لقوات الشعب المسلحه. هذا الامر يعني في ظني انه واقعي او بديهي، ان البرهان الان هو على سده الحكم، البرهان الان هو القائد الاعلى لقوات الشعب المسلحه، فبالطبيعي ان يكون هو القائد يعني. وبالاضافه لذلك حميدتي، اعتقد ان قوات الشعب السودانيه لها تاريخ مميز معروفة في كل المنطقة وفي كل الإقليم وكل العالم، هي قوات قومية لها قوانين ولها تحكمها، وصلت الفكرة، فلا يصح أن يزيد بها المكون المدني أو الغاضبون على المكون العسكري أن يزيدوا بها بالتشكيك في قومية القوات المسلحة. وصلت الفكرة، نعم، القوات المسلحة. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، الأستاذ محمد سعد رئيس تحرير صحيفة براوندلاند الناطقة باللغة الإنجليزية، وأشكر أيضا الأستاذ محمد علي الصحفي السوداني. شكرا.